السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو. هنتكلم النهاردة عن تخفيض كيا سبورتاج 2020 اللي وصل ل 35,000 جنيه على جميع فئاتها. ده واحد من سلسلة فيديوهات عن تخفيضات السيارات في مصر، جمعت فيه كل العربيات اللي حصل عليها تخفيضات من 2019 لحد وقتنا هذا، علشان يبقى قدامك كل العربيات بتخفيضاتها وتشوف الشركات نزلت فعلا الأسعار ولا الهبوط ده هبوط وهمي 3000 و5000 وحاجات زي كده، وعشان تعرف الشركات اللي بتتلاعب في موضوع التخفيضات ده زي ما بيحصل في الأوكازيونات في مصر، يرفع السعر وبعد كده ينزله تاني علشان يبقى ما عملش حاجة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. بعد ما أعلنت شركة هيونداي عن تخفيض هيونداي توسان 2020، وبعد التخفيضات القوية من كافة شركات السيارات على كتير من العربيات في السوق المصري، دخلت كيا كمان السباق والتحقت بالتخفيضات عن طريق الإعلان عن تخفيض كيا سبورتج 2020 بشكل رسمي، وتم تخفيض جميع فئات كيا سبورتج وأعلى تخفيض بحوالي 35,000 جنيه مصري، حيث أصبحت السيارة بتقدم قيمة أعلى بهذا السعر. لكن الخطوة اللي بنتمناها من كيا وهيونداي إن يتم تقليل عدد فئات العربية. العربية بتنافس هيونداي توسان موديل 2020 بشكل مباشر، وفي نفس فئتها السعرية في عربيات تانية كتير زي نيسان قشقاي ورينو كاجر وميتسوبيشي إكليبس، عربيات تانية كتير جدا وفي نفس الفئة السعرية. تخفيضات كيا سبورتج ما نقلتهاش من الفئة السعرية دي لفئة سعرية تانية، فهي ليست تخفيضات قوية بالشكل الكافي. شفنا تخفيضات أقوى من كده زي تخفيض أوبل كروس لاند، لكن لكل عربية وضعها، وعربية كيا سبورتج من أقوى العربيات الكروس أوفر اللي بتحقق مبيعات بعد هيونداي توسان، وده بالرغم من ان المنافسين اقوى من حيث القيمه مقابل السعر، لكن ده امر طبيعي طبعا لان عربيات كيا وهيونداي من العربيات الاعتماديه اللي بتحقق انتشار بشكل كبير جدا، وبتحصل دايما هيونداي وكيا على مبيعات قويه جدا وانتشار، كما ان صيانه العربيه من اسهل الصيانات، لكن ده طبعا لا يشير الى ان العربيه بتقدم قيمه مقابل السعر لان في منافسين اقوى في كتير من النقط. لكن الواقع ان سبورتج بتحقق مبيعات قويه زي اختها هيونداي توسان. ممكن نسمي الموضوع ده حظ او رزق. المهم تم تخفيض جميع فئات السيارة. اول فئة بقت بسعر 395,000 بدل من 430,000 جنيه، تخفيض 35,000 جنيه. تاني فئة بقى سعرها 435,000 جنيه بدلا من 460,000 جنيه، بتخفيض 25,000 جنيه. الفئة التالتة بقى سعرها 445,000 جنيه بدل من 470,000 جنيه، بتخفيض 25,000 جنيه. الفئة الرابعة سعرها 475,000 جنيه بدل من 500,000 جنيه، تخفيض 25,000 جنيه. الفئة الخامسة بقى سعرها 485,000 جنيه بدلا من 510,000 جنيه، بتخفيض 25,000. سادس فئة بقى سعرها 510,000 بدلا من 535,000، برضو بنفس التخفيض. سابع فئة بقى سعرها 520,000 بدلا من 545,000، بتخفيض 25,000 جنيه. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.